العالم. جت العقوبة نتاع الفيفا لأنه فما تدخل سياسة في الرياضة في الكويت، وقفت الكرة في الكويت. الحمد لله مباشرة معناها بعدها بشوية رجعت المنتخب، وجات الملحمة نتاع معناها 2018 اللي أنا معناها نفتخر بها جدا ونعتبرها من أفضل المسيرات مع المنتخب متاعي أنا، لأنه عملنا مسيرة من غير هزيمة. فزنا في أول مباراة تأهل كأس إفريقيا ضد المنتخب المصري، محمد صلاح في أوج العطاء، نني معناها أحمد فتحي، كل اللاعبين المتميزين اللي كانوا متواجدين وقتها مع المنتخب المصري. ثم جاءت مباريات المؤهل لكأس العالم، ما خسرنا في حتى مباراة رغم صعوبة المنافسين متاعنا، الكونغو، غينيا، الريمونتادا نتاع غينيا اللي هي تبقى مهمة جدا بالنسبة لي نحن، خاصة بعد التغييرات اللي عملناهم في الشوط الثاني. أيضا مباراة غينيا أول مرة منتخب يفوز على المنتخب الغيني بأربع أهداف معناها على أرضه أمام جمهوره، أول مرة منتخب الكونغو منتخب يتعادل معاه على أرضه أمام جمهوره منذ 20 سنة أو أكثر. كأس العالم أصبح التحضير آخر حاجة اللي نفتخر بها، والتوانس الكل بدون أن شك أنه يفتخروا بها. أول مرة معناها منتخب عربي يكون موجود في المركز 14 عالميا من سنتين، هذه سنة 2018 في ترتيب الفيفا شهر مارس 2018. هذا فخر كبير بالنسبة لكرة القدم التونسية، خطر صعب أنه مش نقدر نشوفه، إن شاء الله نتمنى من كل قلبي، لكن صعيب برشا لأن جاتنا سيد دي سيركونستانس، جاتنا كيب أون فورم، معناها حتى الترتيب نوعية الترتيب تغيرت حاليا، ما عادش كيما قبل. كنا أول فريق الأول عربيا وفريق الأول معناها إفريقيا في الوقت ذاك، وقعدنا مدة حتى مع الترجي التونسي في السنة ونص اللي قضيتهم الأول قعدنا عربيا وإفريقيا سنة ونصف كاملة. هذه مهمة جدا. ثم جاءت مباراة تحضيرية، عملنا مباراة متميزة جدا ضد تركيا، ضد البرتغال، ضد إسبانيا. المباراة الأولى كانت مباراة كبيرة تكتيكيا بالنسبة لي نحن ضد المنتخب الإنجليزي. ما ننساوش أنه المنتخب التونسي مشى معناها منقوص من المهاجمين متاعه في نهائيات كأس العالم، اللي هما معناها كانوا مهمين جدا في الترشح متاعنا، يوسف المساكني وياسين الخنيسي، الاثنين اللي كانوا مصابين، وأضيف لهم معناها المهاجم اللي كان في الفورمة قبل معناها في المباريات الأخرى متاع التأهل والمباريات قبل المباريات التحضيرية، وهبي الخزري كان مصاب في نهاية الموسم. يعني حتى المباراة إسبانيا وهبي الخزري ما لعبش، مازال مصاب حتى الوقت ذاك، معناها أونديكابي من ناحية الهجومية في الوقت ذاك. لكن لعبنا المباراة كبيرة ضد المنتخب الإنجليزي، طفنا كيفاش خسرنا معناها سور بالاريتي، لي دو بو جاو سور بالاريتي. في بعض الأوقات كنا أفضل من المنتخب الإنجليزي اللي وصل للدومي فينال، ما ننساوش وصل للدومي فينال هو المنتخب البلجيكي، واحد واحد نلعبوا الند للند معاه، هدف معناها جاء على أثر هفوة التمركز اللي نتحملوا مسؤولياتنا الكلها، فمش واحد يتحمل مسؤولية والثاني. المباراة الثانية ضد بلجيكا اللي تكلموا عليها برشا العباد، لكن العباد تنسى أنه بالتغييرات اللي صارت والإصابات اللي صارت ضيف لهم نص ساعة أولى، معناها تخسر ديلان براون وتخسر معناها سيان بن يوسف محور دفاع ورير دروا، معناها دون زا ماتش كبير وانت ديجا ناقص، صعب انك تقدر توقف معناها منتخب عنده نزعة هجومية فيها ايدن هازار، فيها صانع العاب كما كيفن دي بروين ولوكاكو في الخط الامامي. لكن حاولنا نسبة امتلاك الكرة كانت عنا احنا، لكن القوة الضاربة خاصة من ناحية القوة البدنية كانوا هما افضل منا. المباراة اللي لازمنا نفوزوا بها ما ننساوش كما قلت انه راهم بلجيكيا وانجلترا لعبوا الدور نصف النهائي، المباراة اللي لازم نفوزوا بها فوزنا بها. لعبنا مباراة كبيرة ضد بنما، تحصلنا على المركز الثالث، سجلنا أكبر حصيلة أهداف معنا في تاريخ كرة القدم التونسية في الخمسة مشاركات في كأس العالم، عنا أحسن هداف في مشاركات نتاع المنتخب التونسي في كأس العالم وهبي الخزري نعتبره، وخلينا منتخب معناها واقف على ساقيه، كان بإمكانه أنا نظن أنه يفوز بالبطولة الأفريقية الأخيرة.
صعيب لأنه جينا في مجموعة صعبة جدا. ممكن الناس تلوم علي يقولوا نبيل معلول وعدنا وخلينا نحلم، وهي أنا جسي أوبليجي كمدرب باش اللغة توصل للملاعبية متاعي، خاطر الملاعبي تدوالو موتيفي ديما تكون وراه، ما يزموش يقلل من 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 متقلل من قيمته ولو باش يلعب ضد منتخبات كبيره. لا لا، لازم كي يلعب الميدان يحس روحه ايغال ايغال مع مع المنتخبات الكبيره هذه. هذاك علاش انا قلت الكلام هذا، الكلام تاعي موجه مش للجمهور التونسي، موجه اكثر للملاعبيه التوانسه. تقول لي تنجم تقولوا لهم راس راس، لا مش كيما راس راس، كيما تقوله لهم وانت موجود معناها في انترفيو ولا في تلفزه، يحسوا بالمسؤوليه اكثر ويحسوا بقيمتهم اكثر. وقت ممكن فاجأت الناس لكن ما فاجأتنيش انا، لانه اول مدرب تونسي ساعة باش يدرب 3 منتخبات عربية، منتخب التونسي والمنتخب الكويتي والمنتخب السوري. منتخب السوري منتخب محترم جدا، جي اكسبتي الشالنج بور بليزيور ريزون، لعدة معناها اشياء. الحاجة الاولى منهم هو انه وقت اللي بديت نتفاوض مع الاتحاد السوري لكرة القدم والأخ أبو محمد رئيس الاتحاد، حسيت رغبة كبيرة من الاتحاد باش يوصل المنتخب السوري لكأس العالم ويفرح الشعب السوري أول مرة. ثم لما مشيت لسوريا باش نناقش على العقد متاعي، معناها الشيء اللي عملوه اللي معناها من وراء العقل، معناها سيتي أنك تقولش علينا، معناها مش ربحنا مباراة كبيرة وتأهلنا وجينا من المطار للكل بلايس الكل، عشق كبير للكرة، معناها تحس انه الناس يحبوا يحلموا ويحبوا يوصلوا المنتخب متاعهم. ان شاء الله نتمنى انه باش نعملوا كل جهدنا نوصلوا هذلك. هذه الاشياء اللي خلتني ممكن نقبل التحدي هذا وتدريب المنتخب السوري، الرغبة الكبيرة اللي ريتها عند الشعب السوري في توصيل المنتخب نتاعهم لنهاية كأس العالم. احنا نخدموا اللي يلزمنا نخدموه، نحضروا المنتخب نتاعنا كما يلزمنا نحضروه، نحطوا اسباب النجاح الكلها. توا معناها المنتخب السوري موجود في المركز الاول، باش يتأهل للدور الثاني. الدور الثاني نعرفوا فيه منتخبات كبيرة اللي هي دايما متعودة تلعب الادوار الاولى في التأهل كأس العالم في قارة اسيا، ايران، كوريا الجنوبية، اليابان، أستراليا، السعودية، العراق. هذا من المنتخبات اللي متعودة معناها تلعب الأدوار الأولى في التأهل إلى كأس العالم. لازم نحط معهم سوريا ونحاول إن شاء الله باش نلقاو فرصة، لأنهم أربعة فما أربع بطاقات ونص اثنين، فما باش يكون هناك مجموعتين إن شاء الله بعد نهاية التأهل هذا. مازالوا ثلاثة مباريات في المجموعات هذوما، ما زلت لنا مباراة ضد المالديف في شهر اكتوبر ومبارتين ضد غوام والصين، وان شاء الله نكونوا متأهلين للدور الثاني. ثم تكون القرعة مجموعتين بستة فرق، كل الزوز لولين يترشحوا من كل مجموعة، ثم ثلاثين يلعبوا مباراة بيناتهم براج، ثم مرة اخرى مباراة براج اخرى يلعبوها. ان شاء الله نتمنى انه نكونوا ضمن الاربعة اللي بش يترشحوا مباشرة. نحن بش نعملوا كل جهدنا، انا اوبتيميست ديما اوبتيميست. المهم نعرف انه باش تكون صعبه جدا، لازم تكون فما تضحيات جسيمه من الناس الكل، احنا كإطار فني واداريين ماهمش مقصرين الى حد الان معانا، من اللاعبين ايضا، لانه فتره الترشح هذه وفتره التاهل بتصير في عام فقط، نعرفوا الفتره ولا تقصيره خاصه بعد جائحه كورونا عافانا وعافاكم الله. فتره التاهل لكاس العالم باش تتلعب في عام بركه، معناها 10 مباريات تقريبا في سنه بركه او سنه وشويه. إذا كان ما تكونش هناك تضحيات كبيرة وخدمة كبيرة في الفرق وكل لاعب يكون منضبط في الفرق متاعه، صعب. معناها تواصل كل يوم مع الاتحاد السوري ومع رئيس الاتحاد ومع الطاقم الفني متاعي اللي موجودين منهم في سوريا، ونتبعوا في التوا بركة. معناها قبيلة كنت في اجتماع مع الطاقم الفني اللي متواجد في تونس، قاعدين نتبعوا في مباريات الدوري، لأنه أول دوري عربي رجع هو في سوريا. بقاوا 10 مباريات دوري و6 مباريات كاس، تلعبوا 7 توا، مازالوا 3 فقط مباريات دوري ومباريات كاس اخرين. يعني ان شاء الله الدوري والكاس يوفاو دور نهائي يوم 12 اوت، واحنا يعني ندخلوا في معسكر مباشره باش نقديو تقريبا 3 او 4 اسابيع.